تهون او تهون، واحد يقول لك راه توفا بيان، ولا واحد يقول لك خلات وكل شيء ضاع، ويبشر وهو فرحان بان الوضع يسوء. احنا نتكلم كجزائريين باللي الاسعار وصلت الان، ولما يكون البترول في 60 و70 وش لما يكون ايضا في كما 27 دولار، هنا تجاوزنا الخط الاحمر. ما قادر على تسير وتحارب الفساد وتتفق مع المعارضة على البرنامج إنقاذ اقتصادي، أكيد سنمر ونعبر من هذه الأزمة، لأنه مش فقط المال هو الذي يصنع الرخاء، هو الذي يصنع الوفرة الاقتصادية، لا، لكن قد تكون عندنا المال وإذا الفساد كبير يصنع الأزمة. لذلك الأمر مش فقط أسعار البترول، لكن أسعار البترول عنصر واضح وأساسي، لأن احنا اقتصادنا مربوط بالبترول. ولكن مع هذا يجب محاربة الفساد، يجب ترشيد الاستهلاك، ولكن يجب قبل كل هذا حوار وطني من خلال الشركاء السياسيين والاجتماع الاقتصادي مع الحكومة، والنقاش حقيقي بالمعطيات الحقيقية للوضعية الاقتصادية والاجتماعية، بغية الوصول إلى توافق على برنامج إنقاذ اقتصادي. هذه دعوتنا، ونتحمل المسؤولية معهم، وإحنا في المعارضة نتحمل معهم المسؤولية. الجزائر تعبر، لأنه الجزائر لما تسقط في أزمة اجتماعية في اضطرابات، جميع خاسرين، مش الحكومة تخسر وإحنا المعارضة مستفيدين.